تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات للفنانات من مدينة الجونة، وكشفت اللقطات عن أزيائهن الصيفية اللافتة بعيداً عن السجادة الحمراء والإطلالات الرسمية أمام الكاميرات في المهرجان. أزياء النجمات في مدينة الجونة جاءت صيفية مبهجة تعتمد على ألوان لافتة مثل التنورة التي أطلت بها الفنانة ريم مصطفى التي جاءت بطول غير متساوي، قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف ومنقوشة بالورود. كما خطفت الأنظار أيضا الفنانة حلا شيحاب بفستانها الأزرق القصير الذي أكملت أناقته بحذاء رياضي وحزام أبيض متدلي على الخصر وشعر منسدل. بينما احتلت إطلالات الفنانة صبا مبارك الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأشاد محبوها بإطلالتها البسيطة التي جاءت من تنورة قصيرة وتيشيرت أبيض مع حقيبة صفراء، وإطلالتها الثانية التي أبرزت رشاقتها وكانت مكونة من البلوزة والبنطلون الجينز. ومن الإطلالات التي أثرت اهتمام الجمهور كان فستان الفنانة شيرين رضا الوردي المنقط بالأسود الذي تألقت به في إحدى الأمسيات في مدينة الجونة. وليس فقط الفنانات الشابات هن من لفتن الانتباه بإطلالتهن، فاستطاعت أيضا الفنانة صفية العمري أن تنال إعجاب الجمهور بعد أن أطلت بفستان ناعم باللون البيج والقبعة المزينة بالورود. وأستعرض معكم الآن إطلالات النجمات في مدينة الجونة بعيدا عن رسميات السجادة الحمراء في المهرجان.